على موجات صوت العرب من القاهرة وعلى مائدة الإفطار، عيش حياتك بصحة وعافية. صحة وعافية، صحة أفضل لحياة أفضل. صحة وعافية، التقديم دكتور وائل صفوت، الإخراج سعدية حسين. وحلقات جديدة وإن شاء الله مفيدة، لأنها مع دكتور متميز ومتخصص، ويعني معلوماته بسيطة وسهلة وشافية ووافية، دكتور إيهاب مصباح، استشاري طب الحالات الحرجة بطب عين شمس. أهلا وسهلا بحضرتك حبيبي دكتور وائل. حبيبي طبعا الصيام ورمضان ومشاكل الأمراض المزمنة الكثيرة طبعا هنتناولها كلها في سلسلة كده مع حضرتك إن شاء الله، يعني أكيد هتفيد الناس جدا جدا. بنبدأ بقى بمرضى الكبد. نعم. مين اللي يصوم ومين اللي ما يصومش؟ في البداية حضرتك كل سنة وحضرتك طيب دكتور وائل والسادة المستمعين بخير يا رب، إن شاء الله رمضان يعدي يعني بشكل سلس وصحي على الناس كلها إن شاء الله. بالنسبة لمرضى الكبد، احنا بنصنفهم فئتين كبار، مرضى الكبد المتكافئ ومرضى الكبد الغير متكافئ. تمام. مرضى الكبد المتكافئ هندي أمثلة: مريض فيروس سي وأخد علاج، مريض فيروس بي وبياخد علاج، مريض الكبد الدهني وهكذا. ده كده في مرحلة من مراحله ممكن يبقى الدنيا سهلة. بالظبط بالظبط، بيلتزم بنظام غذائي هنتكلم فيه كويس مع بعض، تمام، ويصوم ما فيش مشكله. تمام. اما الفئه الاخرى اللي هي المريض الكبد الغير متكافئ، زي نضرب امثله دكتور وائل، زي مرضى الكبد اللي بيعانوا من الاستسقاء اللي هو وجود السائل في البريتوني في بالظبط حوالين بالظبط في بالظبط في التجويف البريتوني، او مرضى الكبد اللي بيعانوا من دوالي مريء، او مرضى الكبد اللي بيعانوا من ان هم بيخشوا تباعا في غيبوبه كبديه بشكل متكرر. بالظبط كده. او اعتقد برضو الصفره، يعني اللي هو العين اللي بتصفر، ما هو الصفرة ده بيبقى عرض لحاجة من الحاجات دي. يعني اما حد مريض عنده مشكلة بؤرة مثلا سرطانية في الكبد، طبعا طبعا. مريض عنده فشل كبدي وفي مراحله النهائية، طبعا. مريض عنده مشكلة في التليف الكبدي بشكل متقدم، ده فئة على بعضها بنسميها مريض التليف الكبدي الغير متكافئ. دول تمام. دولت يفطروا قولا واحدا، يفطروا قولا واحدا واحد. هيبقى بيتعب نفسه. بالظبط بالظبط، زي ما اتفقنا احنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى اعطى رخصة للفئة دي من المرضى انه يفطر. تمام. ولو هو يعني ضغط على نفسه وصام، هو يعني بيدخل نفسه في حته مش بتاعته، ان هو بيظلم نفسه طبعاً. لا، الدين يوصل وربنا سبحانه وتعالى احل الافطار لهذا المريض حتى لا يلحق اذى صحي بنفسه. طب مريض الكبد المتكافئ اللي انت قلت عليه ياخد باله من ايه برضه في رمضان؟ عدم الاكثار من الكربوهيدرات، عدم الاكثار من الدهون، الاكثار من شرب الماء، تجنب الحاجات اللي فيها سكريات بشكل في العصاير والكلام ده، والحلويات بشكل مبالغ فيه. طبعا، واكيد الادويه مثلا المسكنه الحاجات دي ده طبعا طبيعي 100% حتى للشخص الصحيح. 100% 100%. بس احنا بنحاول نركز على في رمضان في عادات غذائيه للاسف، صحيح، للاسف الشديد، يعني ارث غذائي كبير جدا عند المصريين بشكل خاطئ، بنحاول نصححه بقى تباعا مع بعض. طبعا اكثر الناس دلوقتي او المرض اللي بقى شائع دلوقتي في الكبد هو الكبد الدهني. نعم. فننصحهم بايه في رمضان؟ ننصحهم ان اولا دي فرصه عظيمه جدا ان هم ممكن يقللوا وزنهم. تمام. والتقليل الوزن في شهر رمضان لمرضى الكبد الدهني بيساعد بشكل كبير جدا على ان احنا بنقلل كميه الدهون اللي على الكبد، وبنقلل الكبد الدهني بشكل عام، واذا كان مصطحب مع ارتفاع نسبه انزيمات الكبد فبتتحسن بشكل كبير جدا مع الالتزام بالصيام بشكل كبير. واعتقد الرياضه ممكن او المجهود او الكلام طبعا ده طبعا، ما احنا اتفقنا بقى الشخص ده لو حابب يقلل وزنه يتابع الرياضه بشكل، يعني لو نص ساعه كده مشي في توقيت ما بعد الافطار او ما بعد السحور مثلا بساعه، عشان احنا بنخاف ان نسبه السكر تنزل بشكل فجائي من الرياضه بالنسبه للصايمين. فقليل من الرياضه بهذا الشكل مع الالتزام بالادويه بتاعته، مع تقليل الوزن، مع تجنب الكربوهيدرات وتجنب الدهون، ان شاء الله باذن الله تعالى يصل لحاله كويسه في الكبد الدهني. ممكن ما فيش مشكله قليل من الحلويات بشكل بشكل يعني بسيط، ناخد طعم الحاجه، احنا بنقول لا افراط ولا تفريط. صحه وعافيه، دكتور وائل صفوت، سعدية حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.